ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا كلكم بخير. ريفيو النهارده عن فاونديشن ماكس فاكتور، هو المفروض هو الاستخدام اليومي. تابعوا الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا على علامه الجرس عشان يجيلكم اشعار ان نزلت فيديو جديد. يلا بينا نشوف الفيديو. طبعا زي ما قلت لكم في اول الفيديو ان النهارده الريفيو عن ماكس فاكتور اللي هو ده 2 ان 1. ده الفورمولا بتاعته موجود فيها سيره الاس بي اف في 15، الدرجه دي درجه 30 اللي هو البورسلين. تعالوا نشوف شكله على الوش هيبقى عامل ازاي. هجرب لكم نص من غير برايمر. رطبت وشي ورطبت تحت عيني بالمسترايزر بتاع كلينيك، فانا هعمل الجزء دوت بالفاونديشن انا دايركت على طول، والتاني لو حطيت برايمر عشان برضو ابقى انا اديت الريفيو حقه من ناحيه ان انا لو استخدمته عادي من غير اي حاجه ولو حطيت برايمر، لان طبعا زي ما انتم عارفين ان انا ما ينفعش ان انا استخدم برايمر بشكل يومي، ليه اضرار كتير، وهسيب لكم الفيديو بتاع اضرار البرايمر في الديسكريبشن بوكس، تفهموا بس التفاصيل بالظبط عشان تبقوا انتوا فاهمين انا بتكلم في ايه. طيب الاول هجرب لكم الفاونديشن على طول، وانا هدوك بس حاطه مسترايزر. اول حاجه بقى ماشي، هو الكريم بصوا تقيل، هو اصلا مفروض استخدام يومي، تقيل جدا يعني من غير حاجه، يعني المفروض هستنى شوية بس على البرايمر ما يدخل في البورز ويظبط شكله. شايفين الشكل عامل ازاي؟ ده شكله على الوش، مش عارفه هيبقى باين في الكاميرا ديفوهاته ولا لا. عامه اول حاجه انا حطيت الجزء ده فيه برايمر والجزء ده ما فيهوش برايمر. طيب هو طبعا البرايمر ظبط شكله حاجه بسيطه، بس في المجمل لا، تحسي ان انت وشك عارفه اللي هو كيكي شويه، تحسي ان انت زي ما تكوني جبتي شويه دقيق ورحت حاطه عليه شويه ميه وبداتي تحطي توزعيه، او نفس الافكت او شكل البودره المائيه. ده بالنسبه لي انا بتكلم على بشرتي انا، ممكن اي حد تاني يبقى معاه بيرفكت جدا وما اقدرش يستغنى عنه. انا بالنسبه لي انا جربته على بشرتي وبشره حد تاني، تمام؟ يعني مش انا لوحدي، البشره التانيه كانت عاديه صافيه ما فيهاش اي حاجه خالص، كان نفس الافكت اللي انا شفته ده نفسه بالظبط. الوش تحس ان هو مغير، تحس ان السيروم او التكوين اللي هو مش سايل، مش ليكويد صريح، التخلي عمل زي ما يكون حطوا عليه نسبه شويه باودر بسيطه فعمل شكل الكيكي ده. انا هنا طبعا يعني هنا شويه الى حد ما، يعني الى حد ما شكله مقبول في بالبرايمر، انما الشكل التاني من غير برايمر رهيب، شكله وحش جدا جدا جدا، بالظبط زي اكنك حاطه دقيق على وشك. يعني انا بالنسبه لي صعب، يعني شكله صعب. وطبعا انا وشي
مش مظبوط، حتى لو البشره مثلا انا مثلا بشرتي فيها مش مظبوطه، فيها اكني وفيها حاجات من كده وقشور بسيطه، المفروض ان هي لو هو في يعني لو هو كويس او كده البشره هتمتص شويه فهتطري الحته، فالموضوع لا لا ده واقف لي هنا وواقف كده. طيب انا برضو عندي هنا نفس القصه ان وشي مش مظبوط، بس البرايمر ظبطه يعني ظبطه شويه، بس التوتال لا مش عاجبني خالص. وطبعا هو ماكس فاكتور معروف ان هو غالي، يعني مش عارفه برضو 300 او حاجه، ففي ان هو يوصل يعني يطلع معايا يطلع معايا البرايمر على يطلع معايا سوري الفاونديشن بالشكل ده، لا طبعا في فاونديشنات تانية سعرها اقل واحلى من كده كشكل على الوش. انا هخلص فانا بالنسبة لي لا، حتى هنا بدأ يعني انا طبعا حاطه طبقه خفيفه، انا مش حاطه كتير عشان بس اشوفه. هو طبعا هو مش مفهوش كفر، هو انا قلت للاستخدام اليومي، فللاستخدام اليومي المفروض ان الكفر بتاعه ما يبقاش عالي، يعني يبقى كويس ان هو بس يدوبك بيوحد لون البشره وبلاس كده، ان هو بيعمل تغطيه متوسطه لضعيفه، انما ما يبقاش فول كفر. فهو ما عملش اي حاجه من الحاجات دي، بل بالعكس كمان دخل في البورز اللي في المنطقه اللي ما فيهاش فاللي ما فيهاش برايمر ووقف، مش ان هو مثلا خلاص لا واقف منقط، يعني انا معايا هنا منقط هنا في البرايمر منقط بس بحاجة بسيطة، يعني مش لا مش حلو. بس فانا بنصحكم نصيحة بجد، انتوا عشان بس ما ينفعش انتوا بتشتروا حاجات غالية، فما ينفعش ان انتوا عشان تروحي تشتري وتجربي، يعني بعد ما تشتري لا انتي تجربي وبعدين تشتري. والاحسن احسن حاجة ان انتي لازم لما تروحي تشتري تاني فاونديشن او اي حاجة لازم تستر، لازم تكون المكان ده موفر ليكي تستر، لان مش معنى ان هو سمعتي ريفيو حلو يبقى خلاص هو فعلا حلو، لا ممكن يبقى ماشي على البشره اللي البنت اللي بتعمل عليها ريفيو ومش ماشي مع بشرتك، ممكن يبقى ماشي ده انا بقول عليه انا معايا انا مش ماشي على بشرتي ومش ماشي مع بشره تانية صافيه وما فيهاش حاجه، يمكن معاكي انت يظبط. فعشان كده لازم تجربه. انا بس ممكن ايه انا بلفت نظرك لحاجه انا واخدت بالي منها، فبس الباقي عليكي انت، ان انت لما تيجي تشتري انت تجربي وتقولي ساعتها اه لا ده صح كلامها صح، لا ده انا حاسه ان هو بشرتي على بشرتي احلى. فهو كل الموضوع التجربه يا بنات، لازم تعملي تيست لازم، فعشان خاطر يعني ما تتدبسيش وتشتري حاجه غاليه على الفاضي. بس وبكده اكون خلصت الريفيو، يا رب يعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا علامه الجرس عشان يجيلكم اشعار ان انا نزلت فيديو جديد. شوفوني الفيديو.